المفروض يا رائد ما تتفاعلش مع أحد الساعة 11 في الليل. طيب وإيش الفرق ما بين 11 الصباح و 11 بالليل؟ 11 الصبح لو تفاعلت مع أحد وسويت له لايك بيقولوا عليك إنك عجبك الموضوع وموضوعات يعني. طيب و 11 بالليل إيش؟ لا 11 في الليل ده خطير، بيقول إنه عجبك المنشور ولا إنه عجبتك البنت ولا متحرش بلا أدب. لا 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 يا بندر أنت كده تبالغ والله. يا ابني اسمع مني، أنا إنسان خبير بدي الحاجة، ولا تنساش إن أنا سواق باص، يعني أعرف الناس كيف يفكروا بسبب إن أنا ياما شفت وسمعت وشاهدت من الركاب. يعني مرفت لو شافت إنه اللايك حقي بتعرف إنه بالصباح ولا بالليل. ما بيش فرق يا عملية كذا والله كذا إعدام. يا رب سترك يا رب. أسمع لا تقلقش أنا بطمنك، طبعا أنت عارف إن النت بحقنا البلاد هذه زفت، يعني يلا أن أختي مرفت تتابع على حق التطبيق بالنت وما تتابعش صفحتك بالخالص لأن النت ضعيف. أنا في دربك أنا في دربك يا بندر. مصائب قوما عند قوم الفوائد. صح صدق النت حقا نحن ينفع نحن أحيانا. يعني كده واحد يعمل لك لايك الساعة 11 بالليل يوصل 11 الصباح. بندر أعتقد أنه نحن كده بالسليم. قلب قلبي يا رائد. حاضر من عيوني إذا ما أقلب لك حياتك. شوفي شوفي كم زوار معي في الموقع. كم؟ 10؟ ايش مستقلة بهم؟ ما ادريش كم كانوا من البداية. طيب يا بابا قدوك كده ولا كده قدهم قليل. ليش؟ عدن مو ابتلت بيوم ولا باسبوع؟ طيب خلاص يا بابا بحق المناسبة هادي كم بدقي بالي؟ اصلا اشتري حصلح جوالي. أو منك يا صعب أو منك لكن كله بس هت 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 إيش ده؟ ولا مرة تقولي ها يا بابا شل يا بابا شل 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 أبداً ما تقوليش. خلاص يا بابا ها شل تليفوني وروح صلحه أنت. سميرة مالك هذا العصير حامي؟ يا اختي الثلاجة تطفي وتلصم للكهرباء بتحرق عليها طفيته. والسكر السكر قليل. والله الحمد لله اني في بقى قليل، لو تشي زيادة قبي من بيتك. من فين يا حسرة ما فيش معي؟ وبعدين السكر هذه الايام غالي. والله اللي ببيتك هو بيتي يا حبيبي ونحن من فين لنا. سميرة انتي عارفة انه حريم الحافة كلهم يتكلموا عليك يقولوا هذه الحرمة اكيد انها غنية ومعها فلوس، ها ما دام انك جالسة بهذه الفيلا مش داري انك بخيلة. من هم دون حريم الحافة؟ حريم كثير. من الكثير هبيلي اسم تنتين. ها تشتي اسماءهم عشان تروحي تمسكيهم وتقولي لهم فريا قال لي. اوه تغلطي بحق نفسك هكذا والله يا ترية. لا هذه تشتي ناس محترفة القلقلة. على سيرة المحترفين حبيبي اقول لك زوجي لا قال الشغل حارس شخصي مع واحد تاجر كبير. منو هذا التاجر الكبير؟ ليش شيني عادة نحفظ اسمه يا سميرة؟ ايش عقلي دفتر؟ او لا 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 قال انت يلا تحفظي قالت فلانة وقالت علتانة وبنت فلانة وبنت علتانة هذا بس. الله اكبر عليك يا سميرة قولي ما شاء الله. مالك رد قررنا رقم 100 110 110 اليوم بالتحديد. طيب مالك رد والله تقتلب انك مسؤول. ايوه انا اليوم مسؤول
مسؤول على كل تصرفاتي اللي انا عملته. انا ايش صنف لي؟ ايش صنف لي اهلات اهلاتي اروح اعمل لايك ابو قلب الساعه 11 ونص بالليل؟ ضحك 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 انت ايش عليك اصلا؟ الله يلعنه الله يلعنه النت حق عدن هذا اللي قابلي النكد وقع على القلب. انا عاد تقول لي انت بساعدك بعدين شوف شوف عضك سبحان الله، يعني مشى النت داخل عدن تمام لما مرفت قفشتك بالقرم المشهود. شفت على بلوى حقنا النت داخل عدن يمشي بسرعه زي طلقه الرصاص وقت المشاكل فقط. اي والله من صدق اللي تقوله. طيب اسمعنا يا رائد، ايش رايك انت تشتغل معي كراني فوق الباص؟ لانه سامي الكراني ادري ايش قال، قال انا اشتي اجازه اليوم، حسسنا انه موظف داخل الشركه. تصدق فكره عجبتنا بحكم اننا بنجلس اليوم انا وانت اليوم كله. ايش رايك ويا بندر وانا اسجل مع الناس اللي يطلعوا معك فوق الباص تجربتي الاجتماعيه وانزلهم بقناتي؟ والله مش بطال، بس يعني يا ريت تشرح لي ايش معنى التجربه الاجتماعيه فوق الباص. بقول لك انا طبعا بسجل مع الناس، بفتح الكاميرا وبخليهم يدروا اللي بقلوبهم كل مشاكلهم وبنزلها بقناتي وبخلي الناس ترد عليهم. والله كويس، فكرة رهيبة وتدخل فلوس. خلاص ما عنديش مانع، بما انه الباص حقي وانت بتسجل فوق الباص مشاهدات الحلقة والمكسب حقه نص بنص. يا الله يا الله يا الله يا الله. والله ما راحت لك يا رايد. حاضر من عيني. أني عندك ما شفتش خلبتي يا حبيبي، لكن لو خلبت تقسم بالله لا تكره نفسك. حاضر من عيني. أني تسوي بي كذا؟ إذا ما أوريك ما أكون مرفت. مرفت؟ اشتي مالك إيش فيه؟ ولا في شي للآن، ولا في شي، بس لما يجي رايد بيوقع كل شي. رايد مشتيش اسمع اسمه مشتيش اسمعه. مالك مرفت أول مرة أشوفك كده. أول مرة؟ لا عادك ما شفتش حاجة يا حبيبي. لا بس بتشوفي أول ما بيجي رايد. استمح رايد مالك. إذا ما أخليه يكره اليوم اللي استخدم فيه بونات عشان يدخل الفيس ويدخل حساب البنك يشوف صورته يعمل لك قلب، ما أكون مرفت. فيس ونت وبنت. لا سرحتك يا رايد، والله من سرحتك يستاهل. يا عدنان تداري كم لك داخل المكتب ده؟ كم لي؟ 3 ساعات. لك اسبوع من على ما فتحت الموقع هذا ما حد شافك. اسبوع؟ اصلا المتابعين كثير وشو يطلعوا على كل شيء. اللي بيسمعك بقول ما ادري كم قد معك متابع. انت يبان ما قلتلكش انا كم معي متابعين. ولا اشتك تقول لي؟ لا لا لا، معي اكثر من 12 متابع. ها كذا قدك مشهور على كذا بنكلم مازن يجي يشتغل عندك بادي جارد ويسيب التاجر اللي يشتغل عنده بادي جارد. منو ذا التاجر اللي معه بادي جارد؟ تاجر ازمات، في منهم دليام كثير. قلتيني. طيب ايش رايك نبطل الفلسفه دي وتروح تقبل نحن خضره، لان الخضره اللي في الثلاجه قد خربت من الطفاي والصاي. طيب من عيوني تنتين وريق قليل، بس اخلص المقاله هذه وحاضر اجيب لي كل شيء. المقاله ما بتطيرش. الا اصبري قليل. هيا بس عجبي طارت المقاله بسبب الكهرباء. اخي لا تخاف، شر النادي عندي. بندر لا تقهرش. لا قال لك لا تقهرش دي امي. لا 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 انا متاكد 100% ان دي مرفت شي تستدرجنا. يا اخي عيب عليك، قال لك لا تقهرش اقول لك دمي وبعدين مرفت شعرف انك انت جنبي. الا 100% من امس كده تدور لي مكان لا مكان، وانا متاكد بتقول انه هلوم مع بندر الان. طيب انا ما بقهرش ولا عليك يا رايد، لكن لو كانت امي بحاجتي يا ويلك منها، بالاخير بقول لها انا رايد قال لي لا تقهرش. تقول يا اختي كيف حالك؟ طبعا انا يوتيوبر وعندي تجربة اجتماعية بسيطة كده، قلت بسجل مع الناس مشاكلهم وبنقلها في قناتي في اليوتيوب. بتحل المشكلة؟ قلبي يحل لك مشكلتك، ما اعرفش يحل مشكلته مع خطيبته مرفت. شكرا. شكرا يا بندر. ما كانش العشم انك تقول ذا الكلام بوكي. هو مش انا اللي يعني بحل المشكلة، اللي بيحل المشكلة فعليا هم الناس اللي بنقل لهم التجربة، وانا متأكد 100% انك ممكن تلاقي حل. هاي بقول لك. طيب دقيقة بس لو سمحتي. لحظة.
أيوة تفضلي. أنا امرأة تمام، مشكلتي أشتي أجلس في البيت زي باقي الحريم الذي جالسين في البيوت، لكن إيش بسوي؟ زوجي مريض مقعد متقاعد على العمل يعني، وإن جلسنا في البيوت لا بناكل وبنشرب، اضطرينا نخرج نشتغل وبنموت من الجوع يا ابني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا رايد، هذه الحاجات وهذه القصص تحتاج تسوي له قلب في أي وقت باليوم. دحنتي مالك؟ مالك؟ أفتح القرآن ولا إيش؟ الآن الآن تجيبيه أنا عندي له هنا، هاتيه لي الآن. طيب أنا من أول أحاول استدرقه ما رضاش يرد عليه. ما تقدرش تهكري تلفونه ولا تقدري تعرفي في الموقع؟ مرفت عادني ما وصلتش للدرجة دي. مش اللي ناقص لك عشان تفصلي لهذه الدرجة؟ سافر للخارج واني بسفر بك. صدق ما حلفش واني متربعه هكذا. بالله عليك يا مرفت او تخفي بك، اصلا انت معجبك شد كد. جيبيه لي لهنا الان. خلاص بس لا تقدمينيش والله بجيبه. سميره تدري ايش نفسي؟ نفسي كذا محشيها بالرز والدقه ابوي. ومن سمعك يا ثريا من خبره انا مرق لحم، بس مرق لحم عقلي. طيب ايش رايك اليوم نعمل لنا كذا لغد ودسمه والخضره هذه حتيتن فعل مو بكره. من فين اللي بيسمعك بيصدقك؟ قدك داريه بالحال. خلاص يا سميره انا عاد نشيش حاجه صدق بخيله. ثريا ها مش قصدي حاجه، بس انا قلت يعني ما دام انه عدنان ديان الخضرة بيجيب لنا كمان جنبه لحمة يعني عادي ما فرقتش، كله دين على ظهره. ديان لنا؟ ها بمناسبة ايش دي ديان لنا؟ مناسبة القار للقار. قولي والله طالما انه مناسبة القار للقار ليش ما يروحش مازن يدين لنا؟ الله يهديك، شكلي حركتك صاع عشان كده رديتيها لمازن. لا مش قصدي حاجة، بس انت دارية؟ نسيت ما اقول لك انه صاحب البقاله متحلف لكم. تحلف لنا على ايش؟ على الدين الذي عندكم الذي شال منه عدنان. عاد حبيبتي ما تدينش منه عدنان. الا الله هو شكله عدنان حرقه وتدين منه، وعاده زاد قال اذا حد اجى منهم وتدين والله لا قيم له القيامه. هي انا رايحه له وخليه يقيم لي القيامه. او لا عيب لا تروحي ليش ايش تشتي الرجال يقول؟ ها ما فيش معاهم رجال داخل البيت رسلوا لي بالحرمه؟ تشتي تولعيها يا ثريا. خلاص ولا يهمك، أنا الآن بكلم له عدنان، ولا أقول لك على إيش عدنان؟ بتصل لبندر الآن. يا حيا حيا بالحاجة. يا حيا. شوف المرة الأولى بالمشوار جبت لنا شكلية أبو بقرة، ما نشتيش دي المرة، نشتي فلوس. ما يهمك، مالك إلا فلوس، بس تحرك. مالك؟ إيش هذه الكاميرا اللي بدك؟ على فكرة يا حاج، نحن ناويين نسجل معك فيديو، وعلى فكرة بتصبح إنسان مشهور. مالك مشهور على ايش؟ اسمعوا في حد قال لكم علي حاجه؟ ماله ده بندر الرجال يقول قال لكم علي حاجه ايش فين؟ والله حاسس ان انا بنفضح. بتنفضح؟ بتنفضح بايش؟ الله الله لا سامح الساعه التي قبلتها. قبلت ايش يا حاج؟ بتنفضح بايش؟ الله يحفظك، لو في شبان زل لك من هنا. شوف لا تفضحش هنا. ملي بس خلي الرجال يكمل. اسمعوا 25 سنه ما حد قدر يمسك علي غلطه واحده. انا انسان عايش على مبادئ وقيم واخلاق وسلوكيات. عارف يا حق ده الكلام كل يوم اسمعه بالبيت من ابي. بس صدقونا انا ما قدرتش اتحمل لما شفت عائلتي مشرده ومطروده من البيت، وهذا كله على ايش؟ ان انا ما دفعتش حق الايجار لان انا ما استلمتش راتبي منذ شهور. اوف يا حق رجاء لا تذكرنا بالراتب قدرنا ناسيله. وهذا كله على ايش؟ على ايش؟ على حاجه انا كنت حاربه اللي هي الرشوه، عشت طول عمري حاربه ولا يمكن اقبلها. خلاص يا حاج أنا آسف ما بسجلش معك الفيديو لأنه بصراحة موضوعك صعب. صعب يا رايد؟ صعب ما الصعب إلا المصيبة اللي أنت سويته. لازم تغلق. لا 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 هذا الكلام ما يستوي، لازم تشوفي لك حل مع الكمبيوتر حقي. إيش ده؟ كل ما تطفي الكهرباء أكون قد خلصت المقال يقول شيت يطير. إيش ده؟ طيب يا بابا ما ليش تري خازن الكمبيوتر؟ على كذا ولا بيمتلي الصندوق ده؟ كل ساعة شلينا منه مبلغ، متى عاد بيمتلي؟ إلا بيمتلي تدري متى؟ زي اليوم الساعة 8 الصباح بعد 15 سنة. ياي بدل ما انت جالسة تتهابلي شوفي لأبوك حل.
لا انت اللي قادرة تصلح الكمبيوتر ولا انت اللي قادرة تجيب لي موقع رايد. مع بندر أنا كنت أتصل من أول بندر الشيها بموضوع، كل ساعة يطبق علي يطبق علي يطبق علي، بعدين وصل رسالة يعتذر قال لي عم مالت علي ليش؟ لأن قنبو رايد خايف منك. خايف منك؟ هيا ندوقة ها؟ يو مو طويل ما شاء الله. سميرة إيش كنت تشم بندر ندوقة قدام؟ اسمعوا راح شليت دفتر حسابات من صاحب البقالة قلت له نشي نشوف الدين اللي علينا ده اللي ما زال يتراكم ولا يفتح لقفه علينا ثاني مرة. وسكت له؟ عيب أنا تربيتك يابا بندر في الرايد. وبعدين ديك الساعات كاشفنا نياته بالحسابات أشوف لك مزيد على كل حاجة نشتريها 200 500 1000 2000 صدق وسكت له؟ لا يمكن. رايد فين يا بندر؟ أقول لك بعدين رايد مدري بندر مدري صاحب البقالة وبعدين أنا أكلمه معه مسبحة بيده منك هذا ساعة وزنه كل ما أكلمه هو يستغفر كل ما أكلمه هو يستغفر كل ما أكلمه هو يستغفر وسكت له؟ صنكته هبيت له ملياراته. رايد فين؟ هدي صبتني. لا رايد بيجي بس أنت هدي بيجي لك دليفري ولا عليك هدي يا أختي. يا عم عدنان؟ طيب طيب طالما انه يقول لك يا عم عدنان الله يستر الا هو يشتي منك حاجه. اوبلا اوبلا اوبلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا مازن خير ايش معك اليوم؟ والله انا جيت اشتي سلف منك يا سلام. ايش؟ سلف؟ ليش؟ مش اشتغل بودي جارد مع التاجر هذا اللي تشتغل معه؟ قول بودي خردة. ها؟ خردة. ليش؟ ايش حصل؟ ايش حصل؟ نحن وعمنا كلنا مرة في المطعم. ايوه. لو يخرجوا لنا أربعة. ايوه. أربعة وهم أربعة. أربعة شلوا الجمل والجمل ما شلهم. ايوه. بعدين ايش حصل؟ ايش اشتوا؟ ايش اشتوا؟ اشتوا عمنا يوقع لهم على الفاتورة حق الطحين. ايش؟ ايش اشتوا يا استاذ عدنان؟ ايش يسرقونه؟ وعاد مش عاد بيداتهم مسدسات. مسدسات تقول بوازيك. كيف سويتوا طيب؟ الله يلفت لي. يلفت لي عمي. مدراجع. تصرف. انت تصرفت. ايش على تصرف تصرفت انا؟ زريتك. ايش ايش زريتي؟ ايش؟ قال زريتي. أنا قلت برجولي بس يا فكيك. إيش يا فكيك؟ من خور مكسر للشيخ عثمان. ومن الشيخ عثمان للتواهي. ومن التواهي لكريتر. العداد حق الرأس حقي تلخبط. أنا داري فين العلوان حق بيتي. اسمع يا ابني أنت بطل هذه الشغلة. أسكهلك دور لك شغلة تناسب مؤهلاتك لأنه مش من أجا أشتغل أي شغلة. لازم تتناسب مع مؤهلاته. تتناسب مع مؤهلاتي. انا هذه مؤهلاتي. الجاكيت الداء انا هذه مؤهلاتي. وان شاء الله بشوف لي واحد كذا يعني بس مش يطلعوا لي الاربعه. مصر يعني. طيب ايش رايك تشتغل مع رايد؟ رايد من؟ رايد ابن اختي زوج بنتي الهبسه. صدقي لما سمعت المشاكل اللي حولي دي كثير كده كبيرة جدا أنا قلت المشكلة دي بتنحل بكل بساطة اللي بيني وبينك. صدقي تأمني بالله يعني أعرف إن قلبك طيب وبنحل بطريقة ودية وبسيطة. أكيد والله آخر مرة أنا قدر أحدي في الفيسبوك مناش واقدر احذف كل حاجه في حياتي يعني حتى تليفوني والله اقدر احذفه. اذا تشتي انت عادي مش مشكله. يما الا يا دانا لدا دورت لو ما لقيت سيا مبسوط.
لقيت حظي المليح كل يوم اشتكي وصيح بس لمن تشكي يا فصيح المسائل مشابكة كل ما قلت بدلين عدها تنعق نعقي لا نفع فطنة الفطيل لا ولا ألف تكتاك سيام مباسا دورت لو ما لقيته سيام مباسا وانا ما لقيته سيام مباسا فيها حال خاف باتم فول التحل بعد الضيق والزعل يرجع الجو عندك بنعيد الذي مضى بعد ما مات وانقضى بنعب الذي فضى بعد ما كان دربك بس لو ينتهي الحرش والذي يضرب البرش طول وقته وهو يحش شغلته بس فبركة الحياة فيها الفلون ناس تغدر وناس تصون ناس تكحل بها العيون وناس تشتي لك ما هلقى سيام مباسا دورت لو ما لقيته سيام مباسا وانا ما لقيته سيام مباسا ألا دمدمة دبسة الحياة تشتي لبسة حتى لو كانت تعيسة افرح وحلي بهريسة واغنم الساعة لأنيسة